عليكم حياكم الله. هذه سالفة طريفة تصلح لأهالي محافظة الخرمة. من أعجب الأشياء تأويل الرؤى، هذا أمر عجيب سبحان الله العظيم والمذهل. هذا واحد من الأخوان عنده صديق باكستاني، والباكستاني هذا من اللي متمسكين بالمذهب الحنفي. طبعا المذاهب 8000 أربعة، والمذهب الحنفي دائما منتشر في الهند وباكستان والمناطق هذه. وهذا الرجال انتهى الشايب، هذا متمسكين به دائما، ويجي بينه وبين خوينا هذا أحيانا بعض الملاغة. خوينا يحب يمزح مع الباكستاني، وبينهم ود وبينهم رفاقة وصداقة وجيرانين في المسجد. وبالمناسبة ترى المذاهب الأربعة تتفق من الناحية العقدية وتختلف من الناحية الفقهية في بعض الأمور الفقهية، مثل الوضوء وما الوضوء وإلى آخر وأحكامها إلى آخره، أو بعض الأحكام تتعلق بالصلاة وهكذا. لكن العقيدة لا، كل المذاهب الأربعة ما يختلفون في شيء فيها أبدا. خوينا هذا يوم الأيام رأى رؤيا، يقول طبعا هذا كلام مفطي، يقول رأيت أنه أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة قبره موجود عند باب مسجد الخرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وش جاب أبو حنيفة للخرمة؟ يقول قمت من نومي وأنا مستغرب، وش جاب أبو حنيفة للخرمة؟ يقول بعد يوم أو يومين قابلت الأخ الباكستاني وسولفنا، قلت والله يا رأيت رؤيا. قال وش؟ قلت الخرمة هذه ديرت الخوينا هذا مولود فيها. يقول إني شفت عند المسجد كذا وكذا. قال أنت الشايب الباكستاني؟ إن شاء الله إن شاء الله. شفت بلد هذا؟ قلت إيوه. قال بيطلع فيها كنز، بيطلع فيها كنز عظيم. قلت الخرمة بيطلع فيها كنز؟ مش ذا الكنز اللي بيطلع في الخرمة. يقول خوينا الباكستاني تفرقت أنا وياه وكل واحد راح في دربه، وبعد سنين يوم الأيام أسمع لين الخرمة يقولون فيها ذهب، وإن العالم الدهل تدور، وإن فيها مناجم وفيها تعدين. يقول سبحان الله، واتذكر الرؤية اللي رأيتها. يقول واتذكر خوي الباكستاني اللي فسرها لي. سبحان الله، اليوم الخرمة هي أكبر منتج للذهب في المملكة. سبحان الله، هذه من عجائب الرؤى. السلام عليكم.